والعوازل يا ما قالوا ليه بحبه ليه، وردي قلبي قالوا ماله لما احبه ايه، بحبه بحبه ترى كريستال فتحي كريستال كريستال بحبه بحبه، قالوا ده غدار وقاسي وقلبه فاضي، وقالوا ده غدار وقاسي وقلبه فاضي من زمان هجرك وناسي، قلت لهم راضي. نعيما يا حبيبتي. الله ينعم عليك يا اخويا. اللي اقول لي ايه موضوع الحلمبوحه اللي ما تسمى موضوع بنتها ايه؟ اسكتي والله، بنت اختي دي صعبت عليا، قطعت قلبي. يا حنين يا ابو قلب رهيف زي البسكويت، ايه مش خايف منها يا ابو البنات؟ خاف ايه، دي بنت اختي، يعني تخاف عليا زي يعنيها زي بناتي بالظبط. يا حبيبي دي بنتك وده اختك وده ابوك وده امك، والعصابه تشم خبر وتيجي تاخدنا بربطة المعلم انا وبناتك، مش ده اللي انت عاوزه صحانة فيه؟ يا كلداهم، هو انا قلت لمين؟ وبعدين اللي حصل ان العصابه خلاص كلها في السجن دلوقتي، انما اللي حصل معانا استحراس من البوليس، خايفين على جوزك، عارفين ان جوزك بقى بطل قومي. بطل اخضر. اخضر قومي، لازم يحافظوا عليا كيداهم، انا خلاص دخلت التاريخ من اوسع ابوابه. جوزك بكره هيتعمل مسلسل باسمه ويسموه حنفي الهجان. وخط الصعيد كمان بالمره. كيداهم، انت مش عارفه قيمه جوزك، بكره هيتعمل لي تمثال ويتحط في الميادين زي سعد زغلول. يبقى قابلني يا حنفي لو نلتح. اسكت يا حليم، ما دريتش باللي حصل النهارده؟ ايه اللي حصل يا روحي؟ حنان يا عيني بنت عمتي طلقت. حنان ازاي ده حصل؟ انا كمان يا اخويا مستغربه زيك، بس هنعمل ايه؟ دي جت النهارده يا عيني وحالتها صعبه قوي، قاعده عماله تعيط من ساعه ما جت. ايوه ما هي بتحب الواد المناشي ده، جوزها بتاع الجامعه. طبعا هما جوزوا ونط، دول متجوزين عن حب. وشوف يا سيدي سبحان الله، كانت مشكلتهم بعد الجواز ان هي ما بتخلفش، ويوم ما تخلف يتطلقوا لسبب تاني خالص. ايه اللي هو ايه ده؟ شوف يا سيدي، البنت حنان عملت مشكله مع دكتوره اكبر منها شويه في الجامعه، بس الظاهر ان الدكتوره دي مسنوده على الاخر، فالاخ بقى لما راحت اشتكت له الدكتوره دي بدل ما يقف جنب مراته ويقويها كده، راح مطلقها وخلصان منها عشان خاطر المشاكل. اما واد نادلب صحيح بدير الرجاله بالذمه، وهي فين دلوقتي؟ حنان دلوقتي قاعده عند عمتي روحيه في اوضتها. اوضتها ازاي ابوكي؟ ما هو هي ساعتها اضطر يحكي لها على كل حاجه طبعا. طب وكده مش خطر عليه؟ هنعمل ايه؟ هو نبه عليها انها ما تقولش لحد، لحد ما هو يبتدي يظهر للناس بنفسه. وليه كده بس؟ ليه؟ انتوا المفروض تخلوه طول الوقت متداري امال ليه؟ انتوا مش خايفين عليه ولا ايه؟ هو مش ابوكوا؟ الا قول يا شحته، صراحه كده امك مسلكه كام من كيداها؟ مسلكه كام ازاي يعني؟ مش فاهم. يعني كمرت منها فلوس، المهم بقى خدتهم كده ولا كده، ايه النظام؟ ايه اللي خلاك تقولي كده يا سناء؟ على فكره بقى انا امي ست الشريفه مش حراميه، والفتره اللي قعدتها في السجن دي كلها كانت ظلم. ايه يا عم ما تهدى علينا شويه، انت هتقولني كلام ما قلتوش ليه؟ انت عارف ان انا بحب امك وجايه معاها في اي سكه، بس اصل النهارده حصلت حاجه غريبه، وانا بتكلم انا وكيداهم لقيتها كده خدت جنب وبتكلم نفسها وبتقول ايه الفلوس اللي لهفتها مني حلاوتهم. سالتها على طول قلت لها فلوس ايه يا ست كيداهم؟ لقيتها ارتبكت كده وقالت لي لا ده انا اقصد الفلوس بتاعت ايراد الجيم. اهو اديكي قلتيها بعظمه لسانك، فلوس ايراد الجيم. لا والله على ماما برضو يا شحته، وهي فلوس ايراد الجيم هتخلي واحده زي كيداهم ترتبك؟ جرالك ايه بس يا سناء؟ مالك؟ هو اللي سرق ده هو اللي بيقلق ولا اللي اتسرق؟ طالما هي اللي اتسرقت ما تقلقش قوي كده. عندك حق والله يا شحته، بس مش فاهمه، ما هي اللي اسمها كيداهم دي غريبه، ما تقدرش تعرف مين لعب عليها، مين سلك منها حاجه، بتكابر ومش عايزه تحسس حد انها ممكن يتلعب عليها ولا يضحك عليها ابدا. بقول لك يا سونسون، انا عايزك تهدي كده وتشيل الهواجس دي من دماغك وتفكري في لعبه حلوه كده تعرفي تلعبي بيها عليها عشان ترجع تثق فيكي تاني، بدل ما تنفض لك وتجيب حد مكانك. ايوه يا اسمعيني كويس،
انا عرفت مصيبه دلوقتي في بيت سناء. قال ايه؟ كيدهم عرفت حوار الالماس. عرفت منين ان انا اللي سكتها في حكايه الالماس؟ ما حدش يعرف الا انت وعليا وسعيد. لا 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 لا، سعيد وعليا دول اضمنهم برقبتي. تلاقيها بقى نويالي على نية السودة. ماشي، مع السلامة دلوقتي. وبعدين معاكي بقى كيداهم الكلب، انت مش ناوية تجيبيها معايا على بر ابدا. بس على مين؟ طول ما الصور والتسجيلات معايا مش هتقدري تهوي بناحيتي. شو الاخبار سيادتك؟ تمام. ابو سليم حالته اتحسنت، وانا عملت لك اذن زياره في المستشفى. من بكره تقدري تروحي تزوريه في مستشفى السجن. عن جد ميرسي كتير لإلك. لا شكرا على واجب، احنا بنعمل شغلنا. يا انطون انا ناطره بكره هيدا يجي في فارغ الصبر واشوف ابو سليم. ايوه انا مثلك رح جن، بدي اعرف شو صار هالقصه. بس انت مش ملاحظ شيء؟ شو بعد جوليانا؟ هو اي حدا يطلب انه يلتقي بمسجون بيهتموا فيه كل هالقد؟ لشو عم ترمي؟ بقصد انه من نهار ما طلبت قبل جوزيف وانا حاسه انه في اهتمام كبير لنا. بلكي مشان نحن مو مصريين. ما تنسي كمان نحن طالبين نلتقي بناس مسجونين بقضيه منا صغيره. ما بعرف، بس انا حاسه ان كل اللي عم يحصل من حولي هيدا مو طبيعي ابدا. ايه الكلام ده يا حلاوته؟ زي ما بقولك كده علي. لا انت يا ست حلاوته ما قلت لاي حد على الموضوع بتاعنا ده. ولا مخلوق يعرف. يمكن سالت على صرف الشيك في البنك. واذ ربما يعني سالت. مش هتعرف اياته حاجه. انا عنواني في البطاقه مش هنا، في الصعيد. يعني طلعت ولا نزلت، راحت ولا جت، مش هتعرف حاجه. مش يمكن ممشيه حد ورانا واحنا ما نعرفش. انت مش بتقولي الناس بتوع هدول تبعك؟ يمكن في حد تاني احنا ما نعرفوش خالص. استنوا استنوا، من كام يوم حصلت حاجه كده غريبه. ايه اللي حصل يا ست حلاوته؟ ها ايه اللي حصل؟ البنت فتحيه كريستال اتصلت بيا. قطعت دي عايزه ايدي ان شاء الله. ما هو ده اللي شككني. قال ايه؟ بتطمن عليا. لا فيها الخير قوي يا اختي، دي بنت عامله زي الحربايه بتتلون ب 100 لون. يمكن بعد ما جت وسلمت سعيد الشيك لمحتنا واحنا مستخبيين. ولا حتى لمحتنا، انا متاكده. يمكن بعد ما مشينا احنا وسعيد كانت مستخبيه هي وشافتنا. مش عارفه يا حلاوته. هتجنن واعرف كيداهم عرفت ازاي. الو، فتحيه هانم كريستال؟ مين يعني ايه؟ هكون نجفه يعني؟ يا ستي انا واحد من الناس. في ناس كتيره دلوني عليك. ايوه مش مهم الناس دول مين، المهم تسمعيني كويس. يا ست اسمعيني ومش هتخسري، بالعكس هتنوري. مين هيدا؟ المسجون سالم التنوري الشهير بابو سليم. ابو سليم؟ مين؟ جوليانا؟ كيفك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله احسن شوي. ابو سليم أنا جاي لحتى أعرف شو هي الحقيقة. حقيقة شو؟ مين هو جوزيف؟ شو يعني؟ قبل ما تسافروا على مصر جوزيف ترك لي مسج وحكى فيها إنه اسمه مو جوزيف وإنه اسمه حنفي وإنه مصري مسلم. كيف هالحكي؟ زوجك مسجون معي باسم جوزيف؟ أنا حتى حاولت شوفه بالسجن وهو رفض إنه يشوفني. إيه، هو من يوم يلي مرق فيه على السجن وحالته كتير بشعة، ما بده يحكي مع حدا. أنا جاي وحابة أعرف أنا مين كنت مجوزة؟ هاي أول مرة بسمع فيها الحكي اللي عم تحكيه. زوجك من يوم يلي شفته وأنا بعرف إنه اسمه جوزيف وإنه مسيحي ماروني. أبو سليم بليز ساعدني. ليكي أنا بس اتعافى وارجع السجن رح أسأله وحاول خليه يلتقي فيك بالزيارة. مرسي لإلك. أنطون أخوكي كيفه؟ منيح بيسلم عليك، حتى هو ناطرني برا ما رضي يفوتوه معي. سلمي له عليه كتير. وإنت إمتى رجع السجن؟ طبيب عم يقول ما قبل شهر من هلا. شهر؟ وانا كيف رح انطر بمصر شهر؟ انت بس سافري ووقت يلي ترجعي فيه تعي زوريني. شو جوليانا؟ شو اللي صار معك؟ ولا شيء. كيف هالحكي؟ قال لي انه ما بيعرف شيء عن هديك القصه وانه رح يحكي مع جو اول ما يرجع على السجن. امتين رح يرجع على السجن؟ بعد شي شهر. شهر؟
نحن ما فينا نضل هون بمصر شهر. ما بعرف انطون، انا ماني مرتاحه. كيف؟ لانه ابو سليم يلي شفته جوا ما مبين من وجهه شيء. طيب وصوته؟ صوته متغير شوي. قصدك انهم جايبين واحد مزيف؟ ما بعرف، بس هو قال لي اجي شوفه، لو منه ابو سليم ما كان قال لي هيك. ايه معك حق، بس شو اللي طلبينا تنعمله؟ ما بعرف انطون، بس انا مش رح روح من هون الا ما الاقي شيء حل، واكيد رح الاقي. تفضل. سلفونا متر. اهلا 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 اهلا. ازاي حضرتك يا استاذ حليم؟ ازاي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ ايه اخبارك انت؟ طمني. والله انا اخباري كويسه جدا. اتفضل يا سيدي. ده تصريح النيابه الحزبيه بسحب مبلغ 2 مليون جنيه من حساب يوسف حنفي البرنس. 2 مليون بس؟ ازاي؟ ده احنا كنا طالبين 4. والله بقى ده تقدير النيابه الحزبيه للمشروع اللي احنا قدمناه. وبعدين 2 مش وحشين ولا ايه؟ لا مش وحشين الحمد لله يا رضا. متشكرين يا متر، تعبناك. لا تعبتني على ايه؟ ده شغل. اه طب وبالنسبه للاتعاب؟ والله جرى العرف في الحالات اللي زي دي ان الاتعاب بتبقى نسبه. ايوه كام يعني يا متر؟ يعني مش كتير، 10%. كتير يا استاذنا. ما يكترش عليك يا استاذ حليم. وبعدين في الاخر انا وانت مش هنختلف. ماشي يا باشا، انا بس اصرف الشيك ده ويبقى عندك 150,000 جنيه. مرضي يا عم؟ يعني يا عم. ألف ألف مبروك يا ست حلاوتهم. الله يبارك فيك يا أخوي. مبروك يا أبو. يجعل أدم السعد عليك يا أخويا. مبروك يا ست حلاوتهم. الله يبارك فيك يا حاج. لو إنك جيت عليا أوي في السعر. لا أنا عايز أخدها منك وأنت راضي وقلبك مسامح، ودينا لسه فيها أهو على البر. ما تقوليش كده يا ست حلاوتهم. أنا مرضي 24 أراضي. دي أهم حاجة يا عم الحاج، إحنا عايزين ربنا يبارك لنا فيها. وأنت بقى تشد حيلك معانا، كل زبون هتجيبه لنا يشتري شقة لك العمولة بتاعتك. كده 2 مليون جنيه بالتمام والكمال يا أستاذ يوسف. شاكرين عمنا، نهارك أبيض. أي خدمة يا أستاذ يوسف. عاجبك كده يا هانم؟ خربت بيت ابنك وانبسطت خلاص؟ قول انقذت مستقبله وهو ده الاهم. انقذت مستقبله ولا خلقت منه انسان جبان وضعيف قدام كلمه الحق؟ ارجوك يا بابا انا مش ضعيف يا بابا. ربنا قال ولا تلقوا بايديكم الا التهلكه، وانا مش مستعد احارب الحزب الوطني. بعدين يعني هي الدكتوره سميحه عملت ايه؟ ما طول عمرها واقفه جنبي، عمري ما شفت منها حاجه وحشه. يا سلام، بقى ده مبرر؟ انت لما تعرف ان في بني ادمه مزوره وبترتكب اكبر جريمه علميه في الجامعه وهي السرقه الادبيه وبتستغل الطلبه وبتتاجر بالعلم، كل ده ملوش تمن عندك الا هتبقى استاذ في الجامعه. واحنا مالنا ومال الموضوع ده؟ هو احنا هنصلح الكون؟ وبعدين الموضوع دلوقتي بقى في ايد وزير التعليم العالي. ثم انت كنت عاوزني اعمل ايه وانا شايفه شكاوى قد كده بتتقدم في ابني كل يوم؟ يا هاني كلها شكاوى كيديه ملهاش قيمه. لا يا بابا، الشكاوى دي كلها كانت قرصه ودني، لكن المره اللي جايه كانت هتبقى بجد. حضرتك عارف انك مفيش اسهل من انك تشتري اي طالب او طالبه بالفلوس عشان يتبلى عليك باي مصيبه. يا خساره يا هشام، يا خساره يا ابني. بس لعلمكم بقى انتوا الاثنين، انا هقف مع حنان واسندها لغايه ما تجيب حقها وتثبت ان الست دي مذنبه وترفدها من الجامعه كمان. وانت فاكر بقى الحزب هيسيبك؟ انا ما بخافش غير من اللي خلقني، ومفيش قوه في الارض تمنعني ان انا اقف مع الحق. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ها إيه الأخبار يا دكتورة؟ والله يا حنان لسه امبارح كنت بكلم أستاذ كلية الحقوق اللي متابع التحقيق في مجلس الدولة، بس للأسف أكد لي إنه لغاية دلوقتي مفيش أي حاجة تدين دكتورة سميحة عكاشة. إزاي الكلام ده؟ بعد كل الأدلة اللي أنا اديتها لحضرتك؟ الكتب ما عليهاش اسم، دي كتب مجهولة ومفيش أي حد راضي يشهد. أنا مستعدة أشهد. خلي بالك أنت في خصومة معاها وشهادتك هتبقى غير مجدية. يعني ايه؟ خلاص؟ خلاص مفيش أمل؟ إن شاء الله ربنا هينصرنا، ما تقلقيش يا حنان، إحنا هنا كلنا واخدين الموضوع كأنه أمر شخصي، ومش هنسكت لغاية ما نكشف الست دي. أيوة يا شريف باشا. أخبارنا إيه يا باشا؟ بتقول إيه يا باشا؟ يا نهار أسود يا باشا؟ جوليانا هنا في مصر يا باشا؟ انت جاي تعمل ايه يا باشا؟ طب انت هتسافر امتى يا باشا؟
نعم؟ مش هتسافر دلوقتي يا باشا؟ على خيرة الله يا باشا. طب قولي يا باشا، أخباري إيه مع سعادتك يا باشا؟ عشان أنا اتخنقت من الحبسة وعايز أظهر بقى يا باشا. تأمريني بأي خدمة يا ست كل؟ لا شكراً يا طمان، يلا طير أنت وأنا هقفل المحل. طب ما تخلي عنه وقفل مكانك أنا المحل. يا أخي بطل غلاسة بقى، قلت لك أنا هقفل. سلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا تايح؟ ازيك يا استمار؟ طيب السلامة. ازيك يا مفتاح؟ الحمد لله ست كريمة، أنا كويس طول ما أنت كويسة. الله، أنت إيه حكايتك يا دي أنت؟ حكايتي في إيه بالظبط يا ست كريمة؟ بتبص لي كده ليه؟ أنا آسف يا ست كريمة. آسف على إيه؟ إن أنا ببص لك. بس هو مش بإيدي صدقيني. هو إيه اللي مش بإيدك ومش برجلك؟ أنت مجنون يا ابني؟ أنا إيه يا عم عباسط يا حمود؟ أنا مش عارفني ولا إيه؟ مفتاح أنت بتشرب حاجة؟ أنا مش بتاع الكلام ده يا ست كريمة، أستغفر الله العظيم. أمال مالك عمال بتخرف ليه في الكلام؟ أنا بس كان ليا عندك طلب صغير يا ست كريمة، أنا نفسي أرجع الشغل هنا تاني. ليه؟ ماما ضايقتك في حاجة؟ لا والله خالص، بس أنا مش عارف أعمل أي حاجة للست كيداهو، كل ما تكلفني بحاجه ما اعرفش اعملها لها، وحاسس ان انا شكلي بقى وحش قوي قدامها اخر حاجه. وحش قدامها اخر حاجه ازاي؟ مش فاهماك يعني. يعني كل ما تكلفني بحاجه ما اعرفش اعملها لها كده. مفتاح هتكسفني قدام امي، وانا قلت ان انت هتطور رقبتي قدامها. انا علشان خاطرك مستعد اعمل اي حاجه، بس انا تعبان ومش مرتاح في شغلي معاها. طب عشان خاطري خليك معاها لحد ما هي تقول لك انا مش عايزاك، وبعد كده برجع اشتغل هنا. تحت امرك يا ست الكل. تأمرينيش باي حاجه تانية؟ لا شكرا يا مفتاح. السلام عليكم. عليكم السلام. مفتاح. نعم يا ست كل. انت ايه ما عندكش دم؟ مش شايفني واقفه بطولي كده في المحل؟ مش تساعدني وتقفل معايا؟ من عينيا بس، فين المفاتيح؟ عندك في درج الكاشير. الله، يلا مفتاح بقى اتاخرت، في ايه؟ حاضر. ايه ده؟ حاضر يا ست كريمة. يا ساتر ما يكونش. لا لا ما ينفعش، نمي نفسك. الحمد لله، اياد ويوسف بقوا مصحاب قوي. طبعا يا بنتي، ما هو الدم بيحن. مالك يا حنان، بتفكري في ايه يا بنتي؟ مصدومه يا ماما، مصدومه. معقوله انا كنت مغشوشه قوي كده؟ فعلا الناس مش بالتعليم ولا الجاه ولا الحسب والنسب، كل دي مظاهر كدابه يا ماما. ما تشغليش بالك، سيب الحكايه دي عليا انا وعلى خالك. ان شاء الله هو اول ما يبتدي يظهر للناس وعدني انه هيحللك مشكلتك. لا لا والنبي يا ماما، اوعي هتعملي اي حاجه من ورايا. انا خلاص مش هقدر اعيش مع البني ادم ده تاني. المره دي يا ماما اللي اتكسر بينا عمره ما هيتصلح. يا اختي مين اللي هيجي لنا السعادي؟ مين؟ مساء الخير. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا حلاوتها؟ انا كويسه الحمد لله. دي بنتي حنان. زي القمر زي القمر. خمسة وخميسة في عين العدوين، اللي هنا في عين العدوين. تعرفي انها تشبهك الخالق الناطق وانت صغيرة؟ ربنا يخليك يا طنط، ما هي ماما برضه هي حلوة زي القمر. طبعا ده كان كله وراها كده زمان، انت مش فاكرة. حلوة ده ايه؟ ما خلاص راحت علينا. قال ايه؟ قول للزمان ارجع يا زمان. خلينا يا اختي في موضوعنا، بنتي عندها مشكلة مع جوزها. لا لا لا، كبري دماغك، فكك، كبري دماغك قد كده، كل الرجالة دول غدارين، اوعي. الحمد لله يا طنط، كل اللي ربنا يجيبه بقى كويس. مؤمنة يا اختي. انا بقى ما لحقتش اشوفك، كنت متجوزة حنفي، امك وابوك كانوا عايشين في البلد، خلفتك بس اتاخرت شويه في الخلفه، ما قدرتش اشوفك بقى. ياه انت لسه فاكره؟ ده انا كنت هتجنن على الخلف. يا حبيبتي ربك لما يريد كل شيء باوان. ليكي حق. امال اللي حنفي فين؟ حنفي قاعد معها يا اختي في الجنينه. وملك بتقولي يا بنطره قوي كده، تغيرانها عليه ولا ايه؟ لا يا حبيبتي انا عندي ثقه في نفسي. ثقه مش قوي عليا كده، انت لازم تظبطي منظرك شويه. ازاي يعني؟ يعني تفكي عن كيسك شويه، طلعي لك قرشين اشتري بيهم شويه حاجات كده، الاجه شويه برفانات شويه مكياجات، ما تفهميها يا حنان. والله يا طنط كلام ماما مظبوط، انت عايزه شويه تغيير كده، وانت زي القمر، جربي بس وانت تشوفي. يوه تصدقوا انتوا نسيتوني انا جاي هنا عشان ايه؟
ايه؟ العيش معاكوا سجارة احسن خرمانه. اسمعوا رجالة، أول ما الست تهداهم تيجي عايزكم تدوا البت بتحية أنا مين على بوكسين عشان نسبك الدور. إيه أنا يا باشا؟ بس بالراحة عليا والنبي لحسن شكلكوا كده إيديكوا طرشة. ما تخافيش يا ست الكل، إحنا محترفين ونعرف نجاوب إزاي في المليان وفي الفاضي. أهي جت أهي. يلا يلا يلا. كلمني يا بت. خلناها تفتح حوار مع ست حلاوتها وفتحنا سماعة التليفون، سمعناها بقى وهي بتهزها وبتقول لها انها ما شافتهاش من ساعة ما خرجت من السجن. يا سلام، ازاي بقى متر؟ مش غريبة شوية دي؟ زي ما بقولك كده، وادي احنا معاها من الصبح اهو عمالة تحلف ايمانات ربنا انها ما شافتش حلاوتهم دي خالص. الحقيني يا ست الكل، كده برضو تشكي فيا؟ ده انا مخلصة لك وعمري ما اخونك ابدا. ما تخونينيش ابدا. يا سلام يا اختي، امال مين اللي قال الموليه المخفيه ام عروب اللي اسمها حلاوتهم عن مكان الالماس؟ اقسم لك بالله ان شاء الله موت كفر انا لو قلت حاجه ولا شفت حاجه. الله، وبعدين بقى البنت شكلها غريب، ما كنتش كلمت حد غلط على اساس ان هو حلاوته واطلع على موضوع الالماس؟ تعجبيني يا ست كده، بس انا هثبت لك دي مش نمره حلاوتهم. استنى كده، ايوه مظبوط، ما انا قلت لك يا ست الكل. الله، امال مين اللي سكن السكه السوداء دي وعمل فيها المهموس ده؟ جايز تكون سمعتك وانت بتتكلمي في التليفون. يعني ايه سمعت وانا بتكلم في التليفون يا متر؟ الوليه دي اكيد بتتسلط عليكي في الفيلا، عرفت ان انت رايحه بورسعيد مشيت وراكي. انا خلاص فاضيه من الوليه ام عروب اللي اسمها حلاوتهم دي، هين عليا اروح البيت اجيب كرشاب سكينه زي البطيخه الشيلين واللي يحصل يحصل. صباح الخير. صباح النور يا مستر اكمل. امينه وتسنيم حد منهم جه؟ ما حضرتك جاي بدري النهارده. ظاهر كده. حد سأل عليا؟ في واحدة ست غريبة شوية مستنية حضرتك في الشروم. واحدة ست؟ مين دي؟ وإيه اللي خلاكي تدخليها الشروم؟ هي اللي أصلت وقالت لي عايزة أتفرج على الفساتين، وأما حاولت أمنعها زعقت لي جامد وقالت لي إنها معرفة. زعقت لك؟ إيه ده؟ مين الست دي؟ تحت أمرك يا مدام. إزيك يا أستاذ أكمل؟ فاكرني؟ معقولة؟ انتي؟ افتكرتني؟ انتي معقولة تتنسي؟ حلويات؟ ايه؟ انا غلطت في الاسم ولا ايه؟ اه طبعا، انا اسمي حلاوتهم. ايوه صح، حلاوتهم. ازيك يا مدام حلاوتهم؟ انا الحمد لله كويسة خالص، انت بقى كويس؟ الحمد لله، اؤمريني. الحمد لله. انا تحت امرك. بص بقى يا سيدي، انا جايبة لك حتتين قماش، عايزك بقى تعملهم لي بقى ايه، فستانين؟ انما الاجا. بص بقى الاجا، انا عايزه ابقى زي الستات اللي بتمشي في الشوارع دي اللي متشيكه على الاخر، عايزه ابقى زيهم كده. ايه رايك بقى فيهم؟ القماش ده مستحيل. ليه مستحيل؟ ده انا جايبها بالشيء الفلاني. ثمن القماش ملوش اي علاقه بالذوق. يا استاذ في ايه؟ بص لي كده ليه؟ انت فعلا عايزه تبقي شيك؟ اه، امال انا جايه لك هنا ليه؟ وجاهزه فلوسي حاضره، اللي انت عايزه هتاخده. سيبك من موضوع الفلوس، ما هو انا هاخد منك فلوس هاخد فلوس، ده شغلي. المهم انا اقدر اعمل منك ايه؟ اه، تعمل مني ايه؟ هتعمل مني ايه؟ كحك العيد ولا قرص بالعجوه؟ الكلام ده كمان تنسيه خالص، المظهر العام مش كل حاجه، الكلام مهم جدا. اهلا يا اختي، ازيك يا حبيبتي؟ انت بتعملي ايه هنا؟ مدام حلويات. الله، ما قلت لك حلاوتهم. سوري، مدام حلاوتهم جايه عايزه تلبس على الموضه. على الموضه؟ بس كده يا جميل يا قمر، انت نلبسك على الموضه. يا اختي على جمالك انت، احبك.
جرايه متر. احنا هنفضل قاعدين حاطين ايدينا على خدنا كده ونعد اسباع في اتمان وما احناش عارفين مين اللي باعنا عند المخفيه ام عرقوب الوليه اللي اسمها حلاوتهم؟ اديكي شفت يا ست كيداهم، ده احنا بهدلنا البت اللي اسمها فتحيه قد ايه وفي الاخر طلعت بريئه. عارف يا متر الوليه دي مفاتيحها مع مين؟ مع مين؟ مع الواد سعيد الميت اللي صرف الشيك. عفارم عليك، احنا لو عرفنا نحتوي الواد ده ونحطه تحت بطنا هنرمي لها مخبر في بيتها. الله، الوليه حاطه سور حديد مليان شوك مش عارفين نخش لها منه. طب الواد ده هيكون ولاؤه لمين؟ لينا؟ هيبيعنا اكيد لحلاوتهم. ده واد زي ده يبيع ابوه وامه في منت يا متر. طب ازاي الحال بقى؟ ازاي يعني ايه؟ انا اللي هقول لك ازاي؟ ده انت ابو التفانين كلها. اكيد واد زي ده عنده ثغرات كتير. واد لبط وعاوق يعني، من الاخر بلطجي. احنا لو مسكنا له زله الواد ده هيبقى تحت سناننا. طب سيبيلي بقى الموضوع ده وانا هجيب لك قرار. لا اسيب لك ايه؟ مش كل موضوع تاخده تركنه. المره دي عايزه خلقك استرتش معايا. ده انا لا عارفه انام ولا يجيلي نوم طول ما المخفيه دي عماله تديني على قفايا. مالك شايله طاجن ستك ليه؟ في يا روحيه؟ البت حنان صعبان عليا حالها قوي يا اخويا. ما هي اللي راكبه دماغها يا روحيه ومش عايزه تنزل، مش عايزه حد يتدخل. كل ما اكلمها تقول لي ما حدش له دعوه، انا مش هرجع لجوزي ده ابدا مهما حصل. طب والواد اللي مخلفاه منه ده ذنبه ايه في ده كله؟ ايه اللي بتقوليه ده يا روحيه؟ ابن حنان ده ابني مسؤول مني، انا اللي هتكفل بيه من هنا ورايح، وانا اقدر انسى اللي عملتيه معايا ومع ابني. اخس عليك يا اخويا، هو انا في بيني وبينك الكلام ده برضه؟ ده انت اخويا وحبيبي، انت اللي سترتني، ما حوجتنيش لحد في الدنيا. بس برضك يعني ابوه مش شويه. انا مش بتكلم على مصاريف الواد ولا حاجه، بس انا قلبي عليه، حرام يعيش بعيد عن ابوه وامه. هنعمل ايه يا روحيه؟ ادي الله وادع حكمته. ايه ده؟ السياحه رجعت. اهلا اهلا يا هانم، اهلا وسهلا. الله، اهلا اهلا. ازيك يا حنفي؟ عارفه اسمي. حلاوتهم ما عرفتكيش. حلاوتهم مش ممكن. حلاوتهم ايه؟ قولي غريبتهم بتفهرتهم عيش فينتهم. ايه ده؟ الجمال والحلاوة دي؟ دي أقل حاجة يا حنفي. أمال أكتر حاجة تبقى إيه؟ روحية، هو إيه اللي بيحصل؟ وحياتك ما أنا عارفة يا أخويا. حذري فذري يا ماما، مين جالنا القاتلين النهاردة؟ أكيد الفنانين. قولي لي بقى، ده أنا روحي 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 في الفنانين، بحبهم قوي. وهو يا ماما الفنانين محتاجين أقعد أقول لك حذري وفذري، دول كل يوم عندنا، ده حتى فيفي عبده ونبيل عبيد وحجاج عبد العظيم كانوا عندنا إمبارح. طب يا اختي نبيل عبيد وفيفي عبده هيشتروا هدوم، والنقرع ده كان جاي يعمل ايه؟ شكله كان جاي يجيب هديه لحد. ما تحيرتيني يا بنت، ما تقولي لي مين؟ طنط حلاوتهم. طنط 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 طنطنوا عليك ساعه وسكتوا. هي دي تقال لها طنط؟ يتقال لها يا مرات ابويا. وايه اللي جابها اللي تشك في قلبها ام 44 دي؟ ايه اللي جابها عندكم في الاديفيليه دي ولا الاتيليه اللي عندكم ده؟ استني بس يا ماما، دي هتبقى حاجه تانيه خالص. I can't believe it يا حبيبتي. هو انت كده يا ماما على طول all English all the time؟ Yes I know I see I vitamin C also. لا يا ماما صدق، دي هتبقى واحدة من سيدات المجتمع الراقي. عدوتي تعملي لها حبيبة انت. وبعدين يا اختي اشتعمل المشطة في الوش لايكر، البس البوسة تبقى عروسة. ماشي يا ماما، اهدي عليا شوي. انا مالي، هو القتلي ده كان بتاع ابويا؟ ويا دي تنفع في لبس الشيك؟ اللبس الشيك ده اتخلق لامك بس. اه بكره تلبس الهدمتين اللي خدتهم من عندكم وترجع ترموهم لكم في خلقتكم وتقول ان هم ما عجبوهاش. يعني بصراحه يا ماما هي لايق عليها لبس الشيك قوي. قال على راي المثل، قالوا لها ما بتعرفيش ترقصي ليه؟ قالت لهم عشان الارض عوجه. قومي يا بت، انت بتفرسيني بتنطيني، قومي يلا غوري في داهيه من هنا من قدامي. يلا بت. انا يا ماما؟ انا يا حبيبه قلبي اكيدك، هو انا ليه غيرك؟ اسمعي يا بت يا امينه،
انت قولي بتاع الديفيليه ولا الفيليه ولا المزمبلي ولا الدكولتيه اللي انت عنده ده يحضر لي كام حاجه هاف لايت شويه فساتين اللي هم عشان اجي اخدهم. بس كده انت تؤمر يا جميل من العين دي قبل العين دي يا جمر انت يا قشطه. بس اعملي حسابك هتيجي معايا يوم الاتيليه علشان نعمل لك الشغل اللي هو. هلا هلا ويا اختي اسم الله. الا الشغل اللي هو ده انا احط ديلي في اسناني واجي لكم جري اخد شويه فساتين طالما ابتدت تيجي لكم تشتري منكم انا بقبل منها. كل دول زي